بسم الله رحمنا ولله الحمد والمنه. ما يتعلق بالقسم السابق على ما قسمنا اعمال الظلم، ثم ان المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ما يتعلق بتوحيد الاسماء والصفات. وقد تقدم معنا ان أهل السنة كما يعرفون توحيد الأسماء والصفات لأنه إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى ووصف به نفسه، أي في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا في أن إثبات الأسماء والصفات يتوقف فيه على ما ورد في الكتاب والسنة، لا يمكن أن نثبت اسم من أسماء الله إلا على ما ورد في الكتاب والسنة، وذلك بأن نثبت كل ما أثبت الله لنفسه أو أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي كل ما نفى الله سبحانه وتعالى لنفسه أو نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. إذا طريقة السنة والجماعة هي إثبات كل ما أثبت الله لنفسه أو أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني في الكتاب والسنة فقط. وكذلك أن ننفي ما نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه، وما ربك بظلام للعبيد، ولم يكن له كفوا أحد مثلا. من غير تكليف ولا تعطيل ولا تكليف بما كان. لماذا ندرس هذا الباب، اي باب توحيد الاسماء والصفات؟ حتى لا نقع في ما وقع في الكتاب القادم، ولان هذا فيه تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص معين، واشرف العروض تعرف على الله. حتى ندعو الله سبحانه وتعالى بأسمائه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وغيرها. ثم أن المؤلف رحمه الله تعالى عقد أطول فصل في هذا الكتاب، أطول قسم في هذا الكتاب على ما قسم. صراحة من قسمنا هذا القسم المناهي اللفظية والألفاظ الشركية وبعض الشركيات. المناهي اللفظية والألفاظ الشركية وبعض الشركيات. ركز المؤلف رحمه الله على أكثر من ذكر كفر النعمة وكذلك أشياء من أنواع الشرك الأصغر. النعمة تقدم معنا أن النعمة ابتلاء وتحتاج إلى مال، من يعلم؟ أخذنا بالأمس أن النعمة ابتلاء وتحتاج، نعم إلى الشكر فقط من يعلم؟ النصر تطلب من الله،
وبعد ان تاتي النعمه تقوم بشكر المنعم المتفضل وتذل لسانك بها. وقل لعبادي الشكور ولئن شكرتم لازيدنكم انه كان عبدا شكورا ليبلغني اشكر ام اكفر. شاكر لنعم الحضاعف. وركز كذلك المؤلف رحمه الله تعالى على الشرك الاصغر، لان الشرك الاصغر خفيف. من يذكر لي امثله على الشرك الاصغر؟ خلينا امثله على الشرك الاصغر. نعم. الرياء سماه النبي عليه الصلاه والسلام شرك اصغر وقد ارسل الشرك الاكبر. نعم. الحلف بغير الله الاصل فيه انه شرك اصغر قد يصل الى الاكبر. قول ما شاء الله وشرك شرك اصغر. لو قال لك انسان قال لك هذه اللفظه ما شاء الله شرك، ماذا تقول؟ قال لك انسان ما شاء الله شرك، ماذا تقول؟ يا اخوانا لو قال لك انسان ما شاء الله شيء ماذا تصنع؟ تقول له بارك الله فيك احسنت؟ هكذا يكون تعظيم العلماء والسلف صح؟ قلنا ما يصح. لو قال له هذا فهو طاغوت، ماذا تقول له؟ اجعلت الله ندا؟ كما قال ابن اسحاق. اذا ما ينبغي ان يقول من قيل لهم ما شاء الله وشئت. اجعلت الله ندا بل ما شاء الله وحده. مفهوم؟ واذا قال له بارك الله فيك واحسنت طغوت. من عبد الله راض. يا اخوانا في عندنا اشياء معتقدها السنه والجماعه ما يمكن ان تتغير، اجمعت عليها الامه. لذلك ما ذكرنا لكم بها هل يمكن ان ينزل الوحي على احد بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يمكن. يوجد بعض الناس يتخيل انه قد ينزل عليه جبريل بالوحي. ممكن؟ إن نفسا من ترى الله حتى تموت. صحيح. رؤية المؤمن لربه فهو قيام بالجنة على ما شاء، نسأل الله من فضله. أول خطأ الإنسان قل في إنسان عاقل يقول أن أول خطأ الإنسان قل، هذا قل. أول خلق الإنسان آدم، آدم من تراب. لو يأتي من يأتي بمليون نظرية مثلا يتغير عندك شيء؟ لا. سبحان الله تصدق هذا وتكذب ما جاء في الكتاب والسنة أجمعت على الأم. أول خلق الإنسان آدم عليه الصلاة والسلام، آدم من تراب. وهذا كذاب يقول أول خلق الإنسان قد. سبحان الله. كان يصلي في بيته وليس هناك احد في بيته، وهو يصلي واذا بنور ياتي من جهه القبله ويقرا النور حتى راى شيء على عرشه، فقال له اي عبدي فلان سماه باسمك ماذا تسمع لو حصلت هذا؟ خرج له نور من شعر العرش، قال اي عبدي فلان اني انا ربك. فبصق في وجهه قال اخسى عدو الله. هذا الوحي ان نفسا من ترى الله حتى تموت. هذا واحد اخوان عندنا امور
توصل العلماء إلى أن أول خلق الإنسان قد سبحان الله. طيب عن شفة الدهر كثيرة كانت في الجاهلية،
بقي عندنا اليوم شيء منها، نسأل الله السلامة عنها. هل يصح الحل بغير الله؟ نحن هل يحل يصح الحل بغير الله؟ من يعلم؟ سبحان الله. فقط والبقية يا رب. كيف تسلم؟
حلف بالله انه لم يسرق السمكه ولم ياكلها. قالوا لا. لا. احلف بالتيجان. قال لا. ما احلف بالتيجان. هذا الشرك اكبر وصف. اكبر. لانه يعظم ويخاف ان يحلف بالتيجان. اشد من خوف ان يحلف. يعني احلف بالله تعالى ما عنده الشرك. هذا اكبر. قالوا تحلف بالتيجان ولا بد. فحلف بالتيجان فخرجت السمكه من فيه. كذب كذب لا شك لا شك. نعم هذا قصه كذب يا امين. اعتبر ان الشيطان لبس عليه وراى السمكه تخرج من فيه. ما هذا؟ يحدث الان اشياء للنجاح صح؟ نسال الله السلامه العافيه. هل معناه انه هذا رب؟ اعوذ بالله ما يمكن. وهذا المصدق هذه القصه كاننا نقول ان رحمه الحي في اليد اكثر من حي في الله. اخوان مساله عظيمه جدا. قد يصل الحي بغير الله الى الشرك. الشرك الاكبر امر خطير. وبعض الناس قال لا براس فلان براس كذا براس الام بشيبة الام بشيبة بالتوبة توبة القبور. صحيح موجود هذا؟ موجود. طيب مسألة من أهم المسائل الاستهزاء بالدين سب الرب سب النبي صلى الله عليه وسلم. الكفر كفران. كفر اعراض لا يكون في الدين مثل ما حدث من ابي طالب سب الدين حارب لا لم يكن في الدين. هذا كفر اعراض. كفر المعارضه ان يسب ويسجد مثل ما حدث من ابي جهل. طيب الذي يستهزئ بالدين يسب الرب يسب النبي صلى الله عليه وسلم هذا كفر. كفر معارضه هذا مثل ما حدث من ابي جهل. من استهزأ بالصلاة ولو نام بآيات الله الشرعية أو الكونية سب الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام سب الرب هذا كفر أكبر. وبعض الناس يدافع عن هذا الذي يسب. والله عجب. فهذا يسب. قال مسكين هذا ما يعرف ان سب ربكم ما يعرف. في مسلم لا يعرف ان سب ربكم اذا ما يعرف الاسلام. قل ابي الله واياته ورسوله تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد اذا كان لا يعرف ان سب ربكم اذا ما يعرف صح. وبعض الناس يقول يا اخي هذا غضبان واذا غضب يسب. سبحان الله. لماذا عندما يغضب ما يسب العشيره او القبيله او والده؟ لماذا؟ لماذا عندما يغضب في بعض الدول التي تعرف والله لا يتجرا ان يسب شرطي؟ يعني هو ما يسب الرئيس اصلا ما يمكن. لكن يسب الرب لا يسب ولا وخاف ان يسب شرطي صحيح؟ بالله هل سمعت واحد من اهل الكتاب يسب؟ لا.
نبي من أنبيائه ما تجد هذا، وتجد هذا من يدعي الإسلام، بل يصدق الصغير قبل الكبير، ويأتي بعض الرجال عن هؤلاء قال يا أخي ربان جاهل لا يقول لك هو ما يقصد. نعم قال لا ما يقصد صدق الله. يا أخي يسوس قال لا ما يقصد. طب لماذا لو سب والدك تقول له ماذا تقصد؟ تقصد والدي أو تضرب بعمل صح لا؟ يا أخوان مسألة عظيمة جدا، ما يمكن أن يعني نقف عند هذه المسألة ولا نبين للناس ولا نحدد هؤلاء. هذا كفر أكبر. خرج الناس وكتبوا بعضهم خرج في مسيرات للدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما سُفر من بعض الدول. المهم خرج عندما خرج ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم من يسب الرب في الخروج. بالله من أولى بالتجارة هذا وهذا يسب الرب. ما بقي أن تسخر وجمع وتستهزئ إلا بالكتاب والسنة وبالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عليهم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت أيقاظ القلوب وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا. المستهزئ يكفر كفر أكبر كفر من الملة. وتقبل التوبة بشروط ثلاثة: أن يصدق في توبته، يكون صادق. كيف تعرف أنه صادق؟ يتغير حاله بعد التوبة، الاستقامة وكذا والاستغفار ويأتي بالأعمال الصالحة. أن يثني على الله سبحانه وتعالى. الرابع أن يتبرأ مما قال. إخواننا هذه مسألة عظيمة جدا. أنت لا تنتظر حتى تسمع السب. لا بد أن تعلم الناس من الفتوى هي كبار العلماء الذي يسمع السب والاستهزاء. يسمع السب والاستهزاء إما أن ينكر أو ينصرف. إذا بقي حكم السب المستهزئ. يعني إذا سمعت السب إما أن تنكر أو تخرج من الملك. إذا بقيت دون إنكار أنت والمستهزئ سواء في الحكم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إنكم إذا مثلهم. هون مسألة عظيمة جدا. لا بد أن تبحث عنهم، تعلم، تنشر الفتوى، تحذر. لا تجلس مجالس التي تعلم أن فيها شك وكذب. نعم. تعلم أكثر من بعض. يعني يسب في كل وقت، يسب الصغير قبل الكبير ولا يحسن. لكن ما أحد يسب الرئيس.
ولا يصف العشيرة ولا القبيلة. نعم. والبعض محمد دفاع عن هؤلاء. والبعض يضحك، يسمع السب يضحك كأن شيء لم يقل. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم الهداية. أيضا مسألة مهمة نبه عليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. إخواننا النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، عندما قيل له أنت سيدنا قال سيد الله تبارك وتعالى، وهو بحق سيد ولد آدم. المسألة المهمة هنا التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الله رحمه الله أنه كان في الجاهلية يسمى الأصنام بماذا؟ بالآلهة. ما معنى الإله عنده؟ يعني الذي يخلق ويرزق؟ لا، أقروا بتوحيد الربوبية. سموا الآلهة آلهة، أي تخلق وترزق؟ لا، أجعل الآلهة إله واحد. ما معنى الإله هنا؟ الإله هو الذي يقصد عند الحوائج. إذا ما معنى الإله عند الكفار الذين بعثوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما معنى؟ ما معنى؟ الإله عند الكفار الذين بعثوا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يخلق ويرزق، صح؟ خطأ. هو الذي يقصد عند الحوادث. اجلس. اليوم لفظ سيد، السيد البدوي، تجاني، السيدة زينب كذا، يقصد بهذا أي الذي يقصد عند الحوادث. هذا سيد اليوم هو الإله عند أهل الجاهلية. نعم. فلا صحة تقول السيد البدوي السيد كذا، لا، يعني ما إذا قلت السيد كأنك تقول هذا الذي يقصد عند الحرام. لماذا تصدق؟ ايش تقول؟ ما تقول شيء، تبتعد. تعرف عن التوحيد أو؟ قال أنا أريد أقول لسائق التاكسي أذهب إلى مكان كذا. ما يصح تقول. بعدها قال أنا ما أقول سيء، أقول سيء. سيء هي سيء. في فرق أو سيتي. يا أخي حافظ على التوحيد ولا تنطق بالشرك أصلا. وبعضهم قال لا لا صحيح. الصحابة سألوا نعم، لكن هنا الآن هنا يقصد به الذي يقصد عند الحاجة وتعرف أنهم عظم هؤلاء العمدون الله وذبحوا لهم. نعم، مثل ما كان يسمع عن الجاهلية في الآن. إذا ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيد، ما يقول؟ تعرف يقول السيد الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كذلك ذكرنا مسألة مهمة جدا وهي كفر النعم.
وقليل من عبادي الشكور. إنه كان عبدا شكورا، ولئن شكرتم لأزيدنكم. فذل اللسان بشكر المنعم المتفضل سبحانه وتعالى. وأن كل ما بك من نعمة فهي ابتلاء تحتاج إلى التعلق بالله قبل أن تأتي، وإلى الشكر بالقلب واللسان والجوارح بعد أن تأتي. كذلك لا يقول السلام على الله. لماذا؟ ان الله هو السلام. ماذا يقول؟ يقول التحيات لله والصلوات الطيبات. هل يصح؟ اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، ان شئت. الله يهديك ان شاء الله. الله يهديك ان شاء الله. لا، ماذا اقول؟ اللهم اغفر لي وارحمني. الله يهديك. صح. اي نعم. هل يصح أن يقول فلان قاضي القضاة ملك الملوك حاكم الحكام سواء كان باللغة العربية أو بالفرنسية أو بالفارسية مثلا، لو قال شاهان شاه يصح؟ يصح؟ القاضي على طول قاضي من؟ الله سبحانه وتعالى. ما يصح. إلى هذا القسم ذكر في المؤلف المناهي اللفظية والحفاظ الشركية وبعض الشركية، ومنها كذلك يعني بعض الأسماء، أسماء الناس. هل يصح أن يعبد الولد لغير الله؟ عبد شمس، عبد الكعبة، عبد المطلب غيره؟ لا، التعبيد ما يكون الا لمن؟ عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، عبد الرحيم، عبد الوهاب، هكذا. من حق الولد على الوالد ان يختار له اسم حسن. صح؟ الاشكال في هذه الايام انه يختار للولد اسم على السلم المسير، أو اسم قريب من أسماء الكفار حتى يقول إن لا يعني يظن هؤلاء أنه اسم يعني منهم. الله صحيح. صح. أي نعم. كذلك أسماء البنات يسمى البنت سهام. يا أخي لو سهم واحد سهام كثير. جاء رجل الشيخ باز رحمه الله وسأل عن اسمه، قال غازي، قال في سبيل الله ممكن غازي عسال. اي نعم. اذا غير النبي صلى الله عليه وسلم اسماء بعض الصحابه رضي الله عنهم، فاذا كان الاسم هو في الأصل اسم أسماء كفار، ماذا يصنع؟ يغير هذا الاسم، تعبيد لغير الله، يغير هذا الاسم، مفهوم؟ أي نعم. ثم أن المؤلف رحمه الله تعالى أورد باب أخير ختم به كتاب التوحيد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بالتوحيد. ختم بباب وما قدر الله حق قدره. كان يقول لك احذر
من قبح الشرك وأن الكافر والمشرك لم يعذب الله. وأنت موحد لابد أن تعذب الله. بماذا؟ بالتوحيد. وما قدر الله حق قدره. وأنت موحد تعذب الله سبحانه وتعالى بالتوحيد. أو صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.